لأن مجتمعاتنا العربية مجتمعات تفتقر إلى فهم من هم محدودي القدرات، من نصفهم بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، فإننا قد يخيل لنا أن هؤلاء ليسوا قادرين على القيام بحاجاتهم الشخصية، فكيف لهم النهوض بأمة؟ قصة الأديب الذي حول إعاقته لنعمة. دخل المدرسة الابتدائية في مدينة ديمنهور التي كان والده يعمل فيها قاضيا، وحصل على الشهادة الابتدائية، وبعدها بفترة قصيرة أصيب بمرض خطير جعله يقعد لعدة أشهر في السرير، إلى أنه فقد حاسة السمع بشكل نهائي، وهذا ما جعله يخفق في إكمال باقي المراحل الدراسية، ولكن إرادته القوية لم تسمح له بالاستسلام، وتابع تعليمه في المنزل بمساعدة والده. كان ينهل العلم من مكتبة أبيه في المنزل التي كانت تضم الكثير من الكتب التراثية والأدبية، حيث كان يقضي أوقاته في القراءة والدرس والتعرف على نماذج من أشهر رجال الأمة، إلى أن أصبح يعشق الشعر والأدب العربي وحصل على مكانة مرموقة بين الشعراء العرب. بدأ يكتب الشعر وينشره في المجلات الشهيرة آنذاك كمجلتي الضياء والهلال، وفي 23 من عمره أصدر أول ديوان له، ولقي الكثير من الإعجاب والاستحسان من قبل الشعراء والأدباء أشهرهم الشيخ إبراهيم اليازجي. وبعد فترة قصيرة انصرف إلى عالم النثر، حيث بدأ يكتب بعيداً عن القوافي والأوزان، لكنه لم يترك الشعر واستمر في كتابة أجمل أبيات الشعر والقصائد الوطنية وغيرها من الأعمال الشهيرة، والكتب مثل تاريخ آداب العرب في 3 أجزاء، وإعجاز القرآن، البلاغة النبوية، وكتاب المساكين، الصحاب الأحمر، في فلسفة الحب والجمال، وحديث القمر، ورسائل الرافعي تحت راية القرآن، ووحي القلم في 3 أجزاء، وأوراق الورد ورسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب، وغيرها من الكتب الرائعة. إنه مصطفى صادق الرافعي، الأديب الشاعر بقلبه وروحه الغيور على دينه وتراث أمته، هو التعبير عن مكنون صدره، هو الحكمة في أجمل بيان. ومن أشهر أقواله: يجعل الله الهموم مقدمات لنعم مخبوءة، الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.